أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أتقدم بالشكر والتقدير لمركز روافد للبحوث والدراسات الفكرية على هذه الدعوة الكريمة في هذه الندوة المتعلقة ببحث العقل والدين، وهو من المباحث القديمة الجديدة التي دار حولها جدل كبير وواسع على مر التاريخ بين الفرق المختلفة سواء الإسلامية وغير الإسلامية إلى يومنا هذا. ولكن أنا بالرغم من معرفتي أن مركز الروافد مركز متخصص في فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، ولكن أنا أريد أن أقارب البحث بنحو منطقي معرفي وليس مقاربة فلسفية أو كلامية، لأنه التأسيس والتأصيل أمر ضروري قبل الدخول في مثل هذه المباحث الأخرى التي أرى أنها متفرعة على هذا البحث. فنحن بحثنا سيكون بحثا جذريا في أصول العلاقة بين العقل والدين. ومن وجهة نظر المتواضعة أرى أنه سبب الخلافات الطويلة والمريرة وعقم الجدل حولها نتيجة عدم الاطلاع الكافي عن حقيقة العقل وعن أحكامه ومراتبه وعن علاقات حدوده ووظائفه وبالتالي ارتباطه بالدين. هذا أدى إلى لغط ولغو كثير في مثل هذه البحوث. لذلك أنا أردت أن يعني أملأ هذا الخلأ بمقاربة جديدة حتى يتميز هذا البحث عن غيره وتعم الفائدة إن شاء الله تعالى. لذلك نحن قررنا بناء أو نزولا على نظر الإخوة المسؤولين هنا أن نقسم البحث إلى ثلاث جلسات حتى يستوفى من جميع جوانبه من هذه الحيثية التي أشرنا إليها. الجلسة الأولى ستتناول العقل وقوانينه الطبيعية، والقسم الثاني أو الجلسة الثانية ستدور حول نفس الأمر ومراتب الأحكام العقلية، والجلسة الثالثة والأخيرة ستكون حول المعرفة الدينية في ميزان العقل، يعني بعد تنقيح العقل وبيان وظائفه وأحكامه ومراتبه وحدوده، هنا يتمهد البحث الآن في المرحلة الأخيرة في علاقة العقل بالدين. فإذن الجلسة الأولى والثانية ستكون بحوث تمهيدية ضرورية قبل الدخول في البحث اللي هو المطلوب في العلاقة بين العقل والدين. فبالنسبة للموضوع الأول وهو العقل وقوانينه الطبيعية، في الواقع العقل كجزء من وجود الإنسان ينبغي أن تكون له قوانينه الطبيعية، لأنه جزء طبيعي مخلوق لله سبحانه وتعالى، فحكمه حكم سائر أعضاء الجسم، كما أن هذه الأعضاء لها قوانينها الطبيعية التي تعمل على مقتضاها، كذلك العقل له قوانينه الطبيعية. ما عندنا موجود في هذا العالم ليس له قانون، كل شيء له قانون، الماء له قانون، النار لها قانون، الجاذبية لها قوانين، كل شيء، كل الظواهر الطبيعية لها قانون، وهكذا كما أنه أعضاء جسدنا لها قوانين خاصة بها، العقل له هذه القوانين أيضا. وكما اكتشف الأطباء قوانين ووظائف أعضاء الجسم الإنساني ودونوها في كتب الطب في علم وظائف الأعضاء أو الفيزيولوجي، اكتشف أرسطو وغيره من الحكماء
قوانين ووظائف العقل ودونوها في كتب الحكمة في كتب المنطق. فلذلك نحن يسوغ لنا أن نسمي الحكماء بأطباء العقول، أطباء العقول تماما، وليس هذا مجرد تشبيه، هذا حقيقة واقعة. إذا نحن نعتقد أن الإنسان ليس مجرد جسم، إنه جسم وروح، جسم وعقل، حيوان ناطق، حيوان عاقل، فبكم أن الأطباء اهتموا بالجانب الحيواني، بالجزء الحيواني، في أطباء آخرون اهتموا بالجزء اللي المعنوي على حد سواء. فهم أطباء حكماء، فالحكماء هم أطباء العقول. أرسطو اكتشف هذه القوانين، وكما أن الأطباء اكتشفوا هذه القوانين بالمشاهدات الحسية القطعية، اكتشف أرسطو أيضا هذه القوانين بالمشاهدات الباطنية والتحليلات العقلية، اكتشف هذه القوانين وقدمها لنا في ايه؟ في علم المنطق. إذا كان الأمر هكذا، طبعا هذا ليس مجرد ادعاء، احنا نبين منشأ هذه القوانين، لأن الشبهات أنا بحاول يعني أدفع وبين البحث حتى ندفع الشبهات التدريجية التي وردت على المنطق ونشوئه منذ بداية التاريخ. كل هذا منطق أرسطو مو ملزم، هذا وجهة نظره، هو اسمه منطق أرسطو. لا يا أخي، منطق أرسطو هو منطق الإنسانية، وكل من قرأ المنطق يفهم هذا جيد، أنه ليس شيء فرضي أو تحليلي، وأن أرسطو فقط اكتشف هذه القوانين وقدمها وقام بصياغتها وتصنيفها وترتيبها بهذا النحو الذي تفضل. هذا قوانين الفطرة العقلية، هكذا العقل يعمل كما يعمل القلب والكبد والكلية، هذه قوانين هي، هذه ليست وجهة نظر خاصة. هذه الآن القوانين البيولوجية اللي عندنا ليست وجهة نظر خاصة، تبقى البدن يعمل بهذه الوظائف. وكما أن العمل عمل أعضاء الجسم على طبق هذه القوانين هو علامة الصحة الجسمية واختلالها يؤدي إلى الأمراض الجسمية، كذلك العمل عمل العقل على طبق قوانينه الطبيعية دليل السلامة العقلية، واختلالها والانحراف عنها يؤدي إلى الأمراض الفكرية، الأمراض العقلية، ما في أي فرق. فإذا العمل على طبق هذه القوانين المنطقية هو مقتضى الصحة العقلية. ونحن لدينا كتاب كتبناه أخيرا إن شاء الله يطبع في القريب، مستقبل القريب بإذن الله تعالى، حول الصحة العقلية تماما. طبعا كتبناه نحو طبي، بحيث نجعل نوع من المقارنة بين القوانين المنطقية والقوانين الفسيولوجية لأعضاء البدن، هي نفس الشيء. فأنت إذا ردت الصحة والسلامة العقلية والفكرية فما عليك إلا أنك تتبع هذه القوانين الطبيعية. ولكن الفرق بين القوانين العقلية المنطقية والقوانين البيولوجية هو أن القوانين البيولوجية قوانين طبيعية لا إرادية، بتعمل أنت، مو تنظم الكلى أو الكبد باختيارك، هو طبيعي بيعمل بالعناية الإلهية بنحو صحيح إلا أن تصيبه آفة. أما القوانين العقلية فأنت مخير في العمل بها أو عدم الإيه؟ أو عدم العمل بها. ولكن اختيارك هذا لا يجعلها أمر نسبي، أنت مختار على أساس الإيه؟ الطبيعة العقلية، أنت مختار تماما، مثل أنت مختار في أن تأكل ما تشاء، صحيح؟ ولكن لابد أن المعدة ما تسمح بأن تتناول أي شيء أنت شئته، لابد تأكل بما تناسب مع إيه؟ مع الجهاز الهضمي. إذا أكلت شيء مخالف له تستفرغه، ترده، تصاب بالأمراض. فاختيارك إنما يكون في ضمن القوانين الطبيعية، فليس هناك تنافي بين كون هذه هناك قوانين طبيعية وبين إيه؟ اختيارك. أنت إذا أردت أن تحافظ على سلامتك وصحتك العقلية ينبغي أن تتبع هذه القوانين، ما عايز تتبعها ما تتبعها تقع في الانحراف وفي الضلال الفكري، انحراف قطعي. يعني إنه اختلاف الصحة، اختلاف الصحة مرض، مرض الإنسان مريض، ما القرآن كان يقول في قلوبهم مرض، هذا مو من باب التوهين، هذا واقع مرض اختلال خرج عن الفطرة الإنسانية، واضح أم لا؟ لكن باختياره. طيب هذه مقدمة مهمة حول منشأ المنطق وقوانينه.
القوانين هذه باختصار شديد، لأن ليس بناء على نبحث في البحوث المنطقية، ولكن هو انطلق من عملية التفكير، التفكير العقلي، وقام بتحليل هذه العملية، عملية التفكير الإنساني اللي هي عبارة عن حركة من المعلوم إلى المجهول، قام بتحليلها أرسطو وجد أنها تنقسم إلى حركتين، حركة تجميعية انتخابية للمعلومات المطلوبة، وحركة ترتيبية لترتيب هذه المعلومات على الصورة الصحيحة. فحركتان، تنتخب المعلومات اللي تراها مناسبة للمطلوب ثم ترتبه على الصورة الصحيحة فتصل إلى النتيجة الصحيحة. واضح؟ هذه حركة التفكير، هذا بالتحليل. فبالتالي هو عندما وضع المنطق، وضع المنطق بقسميه، الصوري الذي يعني بالترتيب المعلومات بنحو صحيح، والمنطق المادي اللي هو مبني على كيفية اختيار المعلومات الصحيحة التي ستدخلها أنت في الدليل وتحشو بها الدليل. فانقسم المنطق إلى القسم الصوري اللي هو فيه المعرف والدليل القياسي والاستقراء والتمثيل، هذا كله متعلق بالجانب الصوري، يعني في كيفية ترتيب المعلومات. والجانب المادي متعلق بما يسمى بالصناعات الخمس، هذا في القسم الثاني. أرسطو لم يكن فقط المنطق الصوري كما هو الشائع الآن للأسف الشديد في المحافل الغربية والأكاديمية، حتى بين المتكلمين الإسلام للأسف الشديد مثل التفتزان وغيره يقول لك المنطق الصوري. هو الصورة بلا مادة ليس لها أي قيمة، ألف باء وباء جيم فألف جيم، هذا ممكن تحشى بأي معلومات خرافية، أي معلومات خاطئة. المادة أهم من الصورة، الغش أكثر في السوق في المادة مو في الصورة. فبالتالي أكثر المغالطات مادية مو صورية. فلما أهمل الجانب المادي، هذه نقطة مهمة جدا بعد ذلك تاريخية، أنت تنظر إلى معظم كتب المنطق التي كتبها المتكلمون ليس فيها الصناعات الخمسة، أو مكتوبة بصورة بسيطة جدا مختصر جدا، سطر أو سطرين، عندك في الشمسية سطر واحد، البرهان في سطر، والملا عبد الله هذا صفحة، صحيح؟ في صفحة البرهان، مع أن البرهان هو ثمرة المنطق، البرهان لأنه يشتمل على صورة القياس والمواد التي سنشير إليها. وأرسطو في كتاب المنطق في أول كتاب القياس قال ومقصودنا البرهان، مقصودنا العلم البرهاني، البرهان هو الثمرة. فأنت عندما تأخذ القياس والمنطق الصوري دون البرهان فقد أخذت الشجرة وتركت له الثمرة، وهذا انحراف كبير. فإذا هو وضع قوانين أو اكتشف، بلاش كلمة، اكتشف قوانين المنطق الصوري، بينها في كتاب القياس، وضع أن القياس في النتيجة كل نتائج وصل لها أن القياس هو القياس المعصوم من الناحية الصورية، يعني ملزم للإنتاج، يعني إذا زمنت أن ألف باء وباء جيم فقط عن ألف جيم، اكتشف أن العقل هكذا، يعني العقل يعمل هكذا، العقل يعمل هكذا، فيصير الإنتاج القياسي ملزم. وأرجع الاستقراء والتمثيل للقياس، مرجع يرجعهم إلى القياس، هذا في علم المنطق. فإذا الصورة الوحيدة المعصومة والملزمة للإنتاج، لإنتاج الدليل، هو صورة القياس. هذا بحث الصورة، هذه صورة ملزمة للنتيجة بالضرورة، يعني لا يمكن الإنسان أن يفكر إلا بهذه الكيفية. واضح؟ لذلك أنت يقول أنت إذا أردت أن حتى تنقض القياس فلابد أن تنقضه بالإيه؟ بالقياس. لازم تقول القياس باطل، تقول لي أن القياس مثلا كذا وكل كذا فهو باطل، إذا فالقياس باطل، هذا قياس هذا. لذلك نحن دائما نقول يا جماعة المنطق الأرسطي غير قابل للنقد أصلا، لأنه ليس فكر حتى تنقده، هو بيعلمك كيف تستدل وكيف تنقد، كيف تنقده. والإنسان إذا فهم هذا، لذلك تجد كل النقود التي وردت على المنطق الأرسطي من اتجاه السلفي الحنبلي، اتجاه المادي العلماني، اتجاه الصوفي، كلها بأقيسة منطقية، وهذا شيء مثير للضحك، قيسة منطقية، لو كان كذا لكان كذا، وهو أقول لا، أقيسة اقترانية، أقيسة استثنائية، إن محال. لأنك أنت كما أنك لا يمكن أن تنقد الكلام إلا بالكلام، لا يمكن بحث،
انت هتقول الكلام هذا غير صالح للبيان، وانت لن تعبر نفس الكلام. انت لا يمكن ان تصدر يصدر الصوت منك الا عن طريق هذا الكلام بهذا النحو، فانت كيف تنقده؟ فانت اذا نقد المنطق الارسطي لا معنى له اصلا، هذا ممتنع محال تكوينا. اللهم الا انت تاتي بعد ذلك تقول انا هذا المنطق كله، هذا السيستم كله، النظام هذا انا لا اريده، انا استعمل منطق اخر، ابدا من الصفر، غير منطلقات الايه اللي بدا بها ارسطو. اهلا وسهلا اتفضل. لكن ما وجدنا، وجدناهم يستعملون نفس اليات المنطق الارسطي في نقد المنطق الارسطي، وهذا شيء يعني مضحك ولا قيمه له، متناقض. هذا بالحد الصوره، اذا هو اعطاك صوره معصومه ملزمه، وهذا الامر يعني متفق عليه بين جميع العلماء بالذات المسلمين، سواء كانوا اخباريين او متكلمين او فلاسفه، يقولون المنطق الصوري. الخلاف اين وقع؟ في المنطق المادي. ارسطو بعد ان فرغ من بيان الصوره، يعني كيفيه انشاء الدليل، كيفيه ترتيب المعلومات عندك، بدا فتح بحث جديد للبحث عن طبيعه المعلومات في الصناعات الخمسه، لا سيما في بحث مواد القضايا. مواد القضايا اللي هو اشرف مباحث المنطق. هو عندما حلل هذه المعلومات، هنا رجعنا لمسألة التحليل، حلل هذه المعلومات وجد انها ليست سواء. مواد القضايا، يعني ما معنى مواد القضايا؟ يعني السبب الذي يجعله يصدق بالقضية. انت عندما تصدق بقضية معينة ان كذا هو كذا، لماذا تصدق بها؟ فهو تتبع اسباب التصديق وجد انها متفاوت فيما بينها. هناك قضايا بديهية واضحة عند الذهن يكون سبب التصديق بها ما هو؟ وضوحها، انها واضح، سنقدان لا يجتمعان، الكل اعظم من الجزء، مساوي مساوي مساوي، كل حادث له علة الى اخره، حمل الشيء على نفسه ضروري، كل سلب عنه ممتنع، كثير كثير جدا. هذه القضايا سماها ايه؟ القضايا الأولية، أولية الإدراك. وهذه القضايا في الواقع سبب وضوحها مو أمر نسبي. سبب وضوحها هو أن المحمول إما مأخوذ في الموضوع أو العكس، أو الموضوع مأخوذ في حد الايه؟ المحمول. هذا معنى المحمولات الذاتية، هي هذه. محمولات القضايا الأولية ذاتية، يعني إما يكون المحمول مقوم للموضوع أو العكس. إذا كثير واضح، يعني تنظر الموضوع تجد في داخله المحمول، او تنظر المحمول تجد في داخله الايه؟ الموضوع، فترجع الى حمل الشيء على ايه؟ على نفسه. واضح ام لا؟ فاذا سبب الايمان بها وضوح عند العقل، مو عند عقل الفلاسفه، عند عقل الانسان. مجرد يتصور الموضوع والمحمول يصدق به، واضحه جدا. وجد في قضايا اخرى ان الايمان بها هو شهرتها، لانها مشهوره، لانها معروفه. الأنس العرفي من مبادئ التصديق. الأنس العرفي مبادئ ليه؟ التصديق. وهذا نشاهده الآن في كل مكان، الناس تبع ليه؟ للعرف، أصلا اعتقاداتها كلها مأخوذة من العرف، هذا واضح. قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. هو شايف هذه الشهرة هي حد أوسط في الدليل. لماذا تعتقد أن كذا كذا؟ يقول لك الناس تقول هكذا، معروف هكذا، مشهور هكذا. عوام الناس تأخذ دينها واعتقاداتها سواء كانت دينية أو غير دينية منين؟ من العرف. هذا واضح، يعني هذا أوضح من الشمس. كل من تولد في النجف يصير شيعي، تولد في الأنبار يصير إيه؟ سني، يصير في النجف يصير وهابي، يصير في الفاتيكان يصير مسيحي، وهلم جرى. يصير في روسيا يصير مثلا ملحد، وهلم جرى. وهذا مو اتفاقي بعد، هذا ليس اتفاقي إلا من رحم ربك. ليه؟ لأن العرف والقضايا والشهرة من الأسباب القوية جدا التي تجعل الإنسان يصدق ويعتقد، فسمها المشهورات. فإذا عندنا هنا البديهيات الأولية أو أولاد الإدراك، والثاني المشهورات. هذه القضية الثالثة هي المقبولات. المقبولات يعني إيه؟ يعني القضايا التي يكون السبب في تصديقها هي الثقة بقائلها، لأنك تثق بقائلها، لأنك تثق بقائلها ثقة بقائلها. من هو قائلها؟ نبي، إمام،
فقيه، شيخ، أستاذ، طبيب، أبوك، أخوك، شيخك، أي شيء، أي واحد تراه أنت محل ثقة، تأخذ كلامه وتقبله وتعتقد به. هذه المقبولات. اتباع الأكابر، وهذا أيضا شيء مشهود فيه في كل المجتمعات وعلى مر التاريخ، وهذه من أقوى ويمكن أشهر أسباب أيضا التصديق والاعتقاد، وهذا المقبولات. وفي الواقع هو مبادئ التصديق عند عام الناس هو المقبولات والمشهورات، ما عنده شيء ثالث، شيء ثاني ما في، ما في شيء آخر ما في، يعني شيء ثالث ما في، هذا واضح. وأخذ بالعوام يعني كل من يدرس المنطق والفلسفة، مو العوام يعني البقال، كل من يجهل هذه العلوم المنطقية ويجهل قواعد التفكير هو مآله هو هذا، ما عنده طريق مسدود، كيف يصدق؟ إما العرف يا إما إيه؟ القبول بما واحد هو يثق فيه، من هو أيا كان، أيا كان. وهذا التقليد مو منحصر فقط بأهل الدين، حتى بالعلمانيين، العلمانيين ده أنا أسميهم سلفيون غربيون. في واحد بيقلد الصحابة، وفي واحد بيقلد اللي هذا هيدجر وبوبر وشارل ماخر، هو مقلد هو أيضا، يعجبه هو إنه متطور حديث، واضح أم لا؟ فالمهم تقليد كل هذه مقبولات. أنا ما أريد أن استطرد في أنواع مواد القضايا، تعرفونها كلها، التجربيات والحسيات والمخيلات والمغالطات، لكن أنا عايز أركز على هذا الأمر. طبعا الحسيات أيضا تدخل من أسباب التصديق، عندما تشاهد شيء الحس، عندما تشوف الشمس طالعة، هذا أيضا من أسباب التصديق، من اليقينيات المعروفة. التجربة نفس الشيء، عندما تكرر المشاهدة أيضا الحسية تصدق التصديق. فهذه كلها هو أرسطو جمعها وبينها. إذن هذه المواد موجودة فعلا، وسببيتها أو مسببيتها للتصديق أمر مسلم لا يمكن إنكاره، موجود ومشاهد، هو صنفها وقدم وأخر. فأنت كيف تدعي أن المنطق فقط سوري وليس مادي؟ لذلك الاتجاه، تسمع واحد زي ابن تيمية من السنة، واحد زي الأمير الأسترابادي من الشيعة، والاثنين على خطة واحدة، هي يقول لك هذا بحث مواد القضاء هذا ليس فيه أي معايير موضوعية أصلا. القياس نعم، قياس شرائطه واضح إنتاجه، أما احنا ما عارفين نميز بين هذه الأشياء، مجرد آراء شخصية للفلاسفة، هم قسمها مقبولات ومشهورات. يعني كيف يعني ما في مائز بينهما؟ يعني كيف القضايا انت ناعش تبع النقدين زي اعتقد أخذته من أبويا أو مشيخ العشيرة، يعني إزاي يعني في مائز بينهما؟ قضايا الحسية زي القضايا المشهورة زي القضايا، يعني أشياء يعني جنون، كيف ما في مائز موضوعي؟ الفروق بينهما أوضح من الفروق بين أي شيء آخر في غاية الوضوح. فلها قوانين أيضا، لها قوانين. إذن اللي أريد أن أقوله إن هنا ال 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 كما أرسطو اكتشف القوانين الصورية في كيفية ترتيب المعلومات، اكتشف القوانين الايه؟ المادية التي هي داخلة في أسباب التصديق، تضع على أساسها، وهذه أهم بكثير جدا من لأن القياس أمر فطري، أما هذه القضايا الأخرى لا، مو أمر فطري أصلا، كل المشاكل تكمن فيها. هذه القوانين المادية التي أشرنا إليها باختصار هي سبب كل المشاكل كلها، أما ما في حد ثاني يختلف على القياس، حتى لو أنكرت القياس هذا إنكار باللسان، أنت بتنكره بالقياس نفسه. لكن اعتبار المشهورات حقائق، واعتبار هذا موجود، تلبيس وتدليس ومغالطات كلها في المواد، واضح من له. المهم أرسطو لما ميز وصنف وفرز مواد القضايا بهذا الشكل الذي قلناه، إلى مثلا بديهيات وحسيات وتجربيات ومشهورات ومقبولات وإلى آخره، فتح باب الصناعات الخمس. توجه إلي جاي عشان نختم بالبحث، نفتح المجال للسؤال الأخر. الصناعات الخمسة مبنية على ماذا؟ مبنية على أنه الغاية المنظورة للمستدل هي التي تعين نحو الاستدلال، كيف الاستدلال
نوع الدليل، لأن الدليل طريق للغاية. أنت غايتك من الاستدلال ما هو؟ هذه نقطة مهمة جدا ومغفول عنها. قبل أن تستدل، أنت عايز تستدل من أجل ماذا؟ الغاية تعين الوسيلة. عايز تسافر لفين؟ عايز تروح مشهد تطلع على الشمال، عايز تروح على الإصفهان تروح على الجنوب. أنت هو الغاية تعين المسير. فأنت في الاستدلال سلوك، سلوك ذهني فكري عقلي. أنت غايتك من الاستدلال ما هي؟ إذا كانت غايتك هي معرفة الحق والحقيقة والواقع، فلا بد أن تنتخب مواد مناسبة لغايتك توصلك هذه الغاية، وهي المواد الحقة الصادقة بنفسها والواضحة عند العقل. وهي المواد ليه؟ ها؟ أولي ثم البينة. أنت إذا استعملت هذه المواد في قياس ملزم، ها؟ صار هذا القياس اسمه قياس إيه؟ برهاني. قياس مؤلف من هذه القضايا ليه؟ البينة أو المبينة بها. ما هو أنت سويت صغرى وكبرى بينة، النتيجة تصير مبينة بعد. ممكن تستعملها في قياس آخر تصبح في حكم البينة. وضحت خلاص. يعني يا واضحة يا موضحة، بينة أو مبينة. هذا هو القياس البرهاني. إذا القياس البرهاني هو عبارة عن استعمال القضايا البينة أو المبينة في صورة قياس. القياس معصوب صورة، صورة في الصورة والإلزام والإنتاج. والمواد البديهية أيضا معصومة لا تخطئ في بداهتها، فصار عندك قياس البرهاني معصوم لا يخطئ. وهذا هو ميزان المعرفة، هذا هو ميزان له المعرفة الذي لولاه لوقعنا في السفسطة. ما عندنا ميزان آخر غير هذا الميزان يفيد اليقين الصادق والمطلق والذي لا يزول غيره. السر هو مجرد ادعاء متعبد، السر بيننا. القياس معصوم في إنتاجه من الناحية الصورية، والقيادة القضايا البديهية معصومة في صدقها، أن صدقها ذاتي معصومة، معصوم يعطيك نتيجة معصومة. وأضح أم لا؟ ولولا هذا البرهان لوقعنا في السفسطة. ما هو ميزانك بعد في معرفة الحق والصدق؟ ما هو؟ ما عندك. هذا الأساس، الأساس المعرفي لنا. واضح أم لا؟ فالذي يريد أن يصل إلى الحق والحقيقة فليس أمامه إلا هذا النحو. ولا طريق الفلاسفة. هو الفلسفة من هو؟ هو الإنسان الذي آل على نفسه ألا يصدق إلا على أساس برهان بهذا النحو، يكون معصوم مادة وصورة. لأن هذا هو طريق العصمة، طريق الهداية، ما في غيره بعد. إذا كان في دليل آخر لابد يكون هو تحت إشرافه ناظر إليه وأخذ مشروعيته منه. لذلك هذا الأمر في غاية الأهمية، وده كل أمر متبين في المنطق واضح إن ما في شيء يفيد اليقين هذا بهذا النحو إلا البرهان. ليه؟ مو لأن أرسطو قال، الأسباب التي قلناها نحن واضح. عندك بديل أهدى وسهلا اتفضل. هذا هو عصمة العقل، دونه ما عندك أي يقين بأي شيء بأي اعتقاد. لا يمكن يكون عندك أي اعتقاد يطمئن إليه ويركن إليه ويعتمد عليه بأي شيء. الميزان، لأن الميزان هذا الميزان اللي هو حقيقة لابد يتميز بثلاث أشياء. أول شيء الوضوح، يكون واضح عند جميع العقول. الوضوح، الوضوح العام مو الخاص. وصير الوضوح احنا قلنا. الشيء الثاني العصمة، ان يكون معصوم من الخطا، ولا ان لم يكن معصوم من الخطا ما يصير ميزان بعد، يحتاج الى ايه؟ الى ميزان اخر وتسلسل. والميزان لابد يكون معصوم. والشيء الثالث الموضوعيه، الموضوعيه يعني ما يقول ذاتي الانسان، يكون موضوعي. موضوع يعني ايه؟ يعني بيني وبينك.
مو ذوقي، مو وجهة نظر خاصة. مثال ومصداق الميزان في الأمور المادية مثل المسطرة، المتر، هذه مجتمع فيها كل هذه الشرائط الثلاثة، واضحة معصومة وبيني وبينك بذلك ما في مشكلة. أو الميزان اللي في السوق، أو ميزان الحرارة، أي شيء واضح ولا؟ هذه الموازين في الأبعاد والأحجام والمساحات والأوزان هي مستوفية هذه الشرائط الثلاث، لذلك الناس حياتها قائمة على هذه الأمور ومنتظمة. لكن في الأمور المعنوية الميزان ما هو؟ هو البرهان. في الأمور المعنوية غير المحسوسة ما عندك غير هذا. عندك شيء آخر تفضل بينه نصح. أي أمر آخر ما موجود. فإذا إذا كانت غايتك معرفة الحق والحقيقة بهذا النحو اليقيني ثابت مطلق، فما عندك غير أنك تستعمل المواد البينة في قياس، وهذا هو القياس البرهاني. فالبرهان هو الموصل اليقين. أما إذا كانت لك غاية أخرى غير معرفة الحقيقة، مثل ماذا؟ إلزام الخصم أو إفحام الخصم. بماذا؟ بحقانية اعتقادك. يعني أنت هدفك مو معرفة الحق، هدفك إيه؟ إلزام الطرف الآخر إن أنا على حق. طيب إذا كان هدفك هو هذا، هتستعمل أي قضايا؟ قضايا المشهورة، لأن هذه ملزمة للجميع، معش ينكر، معروف بين المجادلين يعني. والقضايا المسلمة التي سلمها هو، مثل مثلا السني هو يسلم بصحة صحيح البخاري، المسلم يسلم بصحة الايه؟ القرآن، المسيحي بصحة الإنجيل، تلزمه بما ألزموا به ايه؟ أنفسهم، أنفسهم بالمسلمات. أنت إذا جئت بقضايا مشهورة وقضايا مسلمة وضعتها في قياس، هذا يسمى قياس ايه؟ جدلي. هذا هو القياس الجدلي، وهدفه مو معرفة الحق، إلزام الخصم، إفحام الخصم، الغلب على الخصم، خصمك. فتلاحظ ان الجدل هنا صار صناعة مدنية بعد، يعني تلاحظ فيها الآخر غير البرهان. البرهان صناعة ايه؟ فردية. نعم، انت لو انت لوحدك في العالم تحتاج الى البرهان، ما تحتاج الى الجدل. جدل من؟ انت لوحدك، واضح؟ طيب، فإذا هنا الغاية حدثت لنا أيضا الوسيلة، غايتك الإلزام تستعمل الايه؟ القياس الجدلي بهذا الشكل، صورة قياس أيضا ملزم، ولكن المواد مشهورة ومواد ايه؟ مسلمة من الطرف الآخر. أما إذا كان هدفك وغايتك ليس معرفة الحق أو إلزام الخصم، غايتك إقناع الناس، إقناع الجمهور. ما معنى الإقناع؟ الإقناع ليس مجرد التصديق النظري، الإقناع يعني ترتيب الأثر العملي على التصديق، مو مجرد التصديق النظري. بقول لك أنا أقنعتك بالزواج يعني إيه؟ يعني تزوج بعد، مو إن الزواج حسن، لا، أنا أقنعك بالزواج يعني تزوج، عايزك تزوج. أقنعك تسافر معي إلى مشهد يعني تسافر معي إلى مشهد بعد. اقتنعت؟ يلا اتكل على الله. مو اقتنعت تبقى في بيتك، وما أسبق اقتنعت. ففيه دافع عملي، محرك عملي. هل فرق بين الاقتناع والتصديق؟ هو تصديق عملي. اها، طيب، انت حتى تحقق هذه الغاية اقناع الجمهور، هذه نقطة مهمة جدا، ما هي القضايا التي تقنع الجمهور بهذا المعنى بينها؟ يعني تقنعهم وتحركهم لاتخاذ موقف عملي. ما هي هذه القضايا؟ قضايا المقبولة، مقبولات، مقبولات، سواء نصوص دينية أو أقوال الأكابر الموجودين. الجمهور يرتب عليها أثر حسب إيماني بها. أقوال أهل الخبر، قال الأطباء، قال المهندسون، قالت نشرة الأخبار، إذا كانت موثوقة عندهم يعتمدوا عليها. واضح؟ هذه سنة. وأيضا القضايا المظنونة، القضايا ليه؟ المظنونة، إذا مثل أخبار الآحاد والقدر مثلا، أو الاستقراءات. ليه؟ لأن العقلاء
بطبعهم يعملون بالايه؟ يعملون بالظن، يعني يكفي الظن لتحريكهم. احنا حياتنا كلها من الصباح الى المساء مبنيه على الظنون، ما في قطع يقين باي شيء. الحياه العمليه مبنيه على ايه؟ على الظنون. احنا الان جئنا لهنا من ظنا منا انكم موجودين، ولا ما عندنا يقين؟ كنا نيجي نجد المركز معطل قطع، ما عندنا بقى. حصل اي طارئ، لكن طالما في دعوه نقول ان شاء الله موجودين. نروح السوق الان وبعد نروح نشتري مثلا سمك من السوق، من قال لي سمك؟ في الغالب موجود السوق مغلق. الظن يحرك، الظن يكفي للتحريك. الله خلق العقلاء هكذا، ذلك الفقهاء ما حجيت خبر الواحد حجه مبنيه هذا الامر، حجيه الظن بهذا الامر، يعني من ناحيه العمليه. اخبار الثقات العقلاء يرتبوا عليه الاثر. حتى في القضايا المصيريه مثل الزواج، التفت اي واحد منكم تزوج امراه؟ اي واحد فيكم تزوج امراه كان عنده يقين هذه مناسبه له؟ يقين من البرهان ما عندنا بعد. هو قول ابويا، قول امي، قول اخي، قول هذه الفتاه جيده، الفكره ما عندك شيء. تقول ان شاء الله، توكل على الله، وهذا قرار مصيري هذا؟ هذا مقرر بسيط يعني تغير حياتك، صح ام لا؟ شركة حياتك وام اولادك هذا، لكن بالظن تكفي. والله بيكون زين يا توكل على الله. او بعضهم ياخذ استخاره، واستخاره ظنيه صغار اصلا، ظن وظن احنا ضعيف، واضح؟ ويبني عليه، ما في طريق غير هذا. انت مضطر هذا، ولا يقين ما في، تشل حياتك كلها. فاذا القضايا المظنونه تصرف في القضايا ايه؟ في اقناع الناس. اذا استعملت قياس، اذا استعملت قياسا بمبادئ مقبوله او ظنيه، هذا القياس يسمى قياس ايه؟ خطابي. قياس ايه؟ خطابي. وهذا ما يستعمله الخطباء، الخطباء يستعملون هذا القياس لاقناع الناس. اذا كان خطيب ديني او يعتمد ايه روايه حكايه من المغوط مظنونات، إذا كان خطيب سياسي هو يتكلم على ليه؟ برضو على إذا كان هو ممكن يعتمد على بعض الآيات والرواية، ممكن يعتمد على بعض النصوص التاريخية، ممكن يعتمد على بعض نشرات الأخبار، بعض الإحصائيات الموجودة مثلا عن الاقتصاد أو عن الاجتماع أو المشاكل المجتمع، إحصاءات كلها ظنية أيضا يعتمد عليها بحيث يقنع الناس أنا اللي أحل لكم مشاكلكم. هو في النتيجة الخطيب الديني عايز ناس تتقي الله، تصلي وتصوم تتقي الله، الخطيب السياسي عايز ناس ايه؟ ينتخبوه في النهاية، إذا كان هو رئيس جمهورية أو في عضو برلمان أو مركز بلدي، هو طبعا عايز الناس ينتخبوه، عايز أثر يعني، فيستعمل القياس الخطابي. فالخطباء في خطابة دينية وفي خطابة سياسية، والسياسيين كلهم خطباء، كلهم يعرفوا يبيعوا كلام جيد، بتعرفوا على الناس أكثر، واضح ولا لا؟ عشان ينتخبوه. فإذا هذا قياس خطاب، هذا الثالث. إذا كانت غايتك ليس هي معرفة الحق والحقيقة أو إلزام الناس أو إقناع أو إلزام الخصم أو إقناع الناس، لا، هدفك تحريك المشاعر، تحريك الإيه؟ مشاعر الناس لأغراض، أيضا أغراض معينة دينية أو سياسية، أغراض عندك أو اجتماعية، هتستعمل قضايا إيه؟ مخيلة، يعني تحرك الخيال، والخيال بطبعه يحرك العاطفة فيتفاعل معك الإنسان مثل الشاعر أو المغني أو غيره، هذا يحرك الخيال. فإذا استعملت هذه القضايا اللي هي المجازية، استعارات وكنايات وتمثيلات، هذه استعملتها في قياس أيضا، سمى هذا قياس إيه؟ شعري. هي صناعة الشعر، هذا استعملها الشعراء في تحريك مشاعر الناس من أجل تحقيق أغراض معينة، أغراض أموال أو مناصب أو أي شيء، أو حتى هداية. أما إذا كان هدفه في النهاية تضليل الآخرين، تضليل الناس كما يفعل الكثير من الساسة والسياسيين، واضح ام لا؟ تستعمل أي قضايا؟ قضايا الإيه؟ المغلطة، سنتي قضايا سوسطائية، تضعها أيضا في قياس، فيصير القياس قياس سوسطائي من أجل تحقيق الغرض وهو تضليل الناس، واضح ام لا؟ ما شاء الله التضليل الإعلامي اللي موجود الآن على مصراعيه، كيف يضللك بحيث لأغراض سياسية في الغالب، واضح ام لا؟ طيب هذا هي خلاصة الصناعات الخمسة. احنا عايزين نشوف اذا توجه، للاسف هذا مهجور في مراكزنا العلميه، سواء كانت اكاديميه او حوزوي. انتم كلكم درستوا منطق، ما في حد ما درسش منطق، لكن حد متوجه لهذه القضايا؟ ما حد متوجه للقضايا. للاسف منطق المظفر ما يدرس غير الجزء الاول والثاني والثالث اللي هو فيه الثمره، يقول لك ماشي
خلص الوقت ما في. محذوف من اغلب كتب المنطق، المنطق الصناعات الخمسه، وهي كلها صناعات تستعمل في مقدار الحكمه في مواردها الطبيعيه. حتى تعرف تنظم انت هدفك ما هو من الاستدلال، ما تقدر تستعرف الحقيقه بقياس خطابي او قياس جدلي، واضح ام لا؟ ما يصير هذا. البحث العلمي شيء والبحث الخطابي شيء اخر. هدف تعليم الناس وهدايتهم لابد عن طريق البرهان. عايز تقنع الناس استعمل الخطاب او الشعر، مش مشكله، لكن غايتك نبيله شريفه. ما دخلت هذا بذاك. فاذا اهمال المنطق المادي وصناعه البرهان التي هي ثمره المنطق دفعت الامه ثمنها غاليا. كل المشاكل بتشوفها الان دي بين الشيعة والسنة، بين المسلمين والعلمانيين، بين الفرق المختلفة اليمين واليسار، الليبرالي والشيوعي وغيره، هذه كلها مبنية على عدم ليه فهم هذه الموازين الطبيعية اللي اكتشفها الحكماء، مخترعها الحكماء. بأي مسوغ أن تهمل هذه القضايا وهذه القوانين؟ وما هو البديل الذي طرحتموه؟ هو الذي يهمل هذه القضايا أن يريد أن يغش، يا إما جاهل يا إما شرير يريد أن يغش الناس حتى يعمل خارج القانون. ليش يعني؟ ما عندك، ما هو القانون اللي عندك البديل؟ ما هو انت البديل عندك البرهان؟ ما هو اذا انت اقصد البرهان. قصه الفلاسفه معروفه مع المتكلمين عن عمر التاريخ، كيف كفروهم وقتلوهم نفوهم وعذبوهم، وعشان ايه؟ هو الفلاسفه ما ذنبهم؟ انهم تمسكوا بالبرهان، قالوا ما عندنا البرهان اساسا، والبرهان هو اللي دينا على الدين ودينا على المذهب ودينا كل شيء، لكن البدايه برهانيه حتى تضمن وتضمن ان هذا هو الدين الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح. تقوم بدايتك مبنيه على هذه الموازين الطبيعيه، الطبيعيه الصحيه الفطريه. هذا مو قول ارسطو، هذا ما فيش اسمه قول ارسطو. نيوتن مكتشف الجاذبيه، مو جاذبيه نيوتن هذه، هو اكتشفها يا اخي، لكن الجاذبيه هي موجوده، الله خلق الارض تجذب الاجسام بهذا الشكل، نيوتن اكتشفها. هذا مو منطق ارسطو، هذا منطق الانسانيه والفطر. عندك بديل؟ تفضل. كلها بدائل زائفه اللي قدموها لنا. فاحنا في النهايه اريد ان اقول هذه خلاصه مساله هذا القانون العقل الطبيعي، لابد من معرفه هذا القانون، القوانين السوريه والقوانين الماديه، حتى نستطيع ان يكون في منطلقات ومبادئ واقعيه اولا، واضحه ثانيا، مشتركه بين كل الناس. لان ايه المشترك بين كل الناس بالله عليك غير العقل؟ عندك شيء اخر؟ الدين مو مشترك، المذهب مو مشترك، الاعراف مو مشتركه، كلها امور نسبيه متغيره، ما مشتركه، كيف تنطلق منها؟ تنطلق على اي اساس؟ هي منشا الاختلافات. ما كل واحد يقول الكتاب والسنه، هو انا نفسي داعش رفع الكتاب والسنه، وضع لا هي مشكله يعني صارت الامه افترقت 70 فرقه على ايه؟ ما هو على الكتاب والسنه، ما هو على فرق فلسفيه، كلها فرق اسلاميه بتقول لا اله الا الله. فانت المشكله هي هذه، ان هو يبدا بالدين ويبدا بالمذهب، هي مشروعيه من هذا الامر، هو هذا المقبولات مباشره بدون قاعده عقليه، فياتي الانحرافات وتبدا الخلافات والصراعات مع بعضها البعض. هذا امر واضح ام لا؟ السر هو سر الخلاف هو هذا، ولن تصل الى نتيجه. يبقى كل حواراتنا، لان حوارات ما فيش ارضيه مشتركه اصلا نتكلم على اساس، كيف تتكلم على العلماني؟ هو انسان حسي لا يؤمن لا بالله ولا رسول، وانت مؤمن بالله ورسول، انك تتكلم على اي اساس؟ هو بيمشي قضية، هو يعتمد على علوم الإنسانية الغربية وأنت بتعتمد على الكتاب والسنة، ما في أصلا أرضية مشتركة تتحاور معاه. أيضا حتى بين الشيعة والسنة، هو يا أخي عم يعتمد على الصحابة ويعتمد على أهل البيت، هذه يعني طرق مختلفة حتى للحثيث لفهم الرواية، لنقل الرواية، كيف تتفق معه؟ لا يمكن أصلا، عقيم. وكلما دخلنا في الجدل كلما اشتد النزاع أكثر وازدادت الصراعات والأحقاد. المنطلق مش صحيح. خلينا نوحد صفوف الإنسانية وننطلق من مشتركات، مو فقط مشتركة واضحة وواقعية وصادقة. البحث مو بحث جدلي، خلينا ده عن الجدل، وخلينا ندخل في حوارات فكرية هادئة، يكون على أساس مشترك، على أساس مشترك نقدر نميز يا أخي الصواب من الخطأ، الحق من الباطل. خلي حواراتنا مثل حوارات الأطباء المهندسين، حوارات نافعة وحوارات مؤدبة ومهذبة، وبتصل إلى نتيجة في النهاية، لأن في قواعد مشتركة ما بينهم، هم وضعوا منهج، ما هو توحيد المنهج
يوحد الايه الاراء او يقربها. اختلاف يصير قليل جدا قليل جدا. انت ليه الخلاف بين فقهائنا رضوان الله عليهم في رسائل العمليه لا يتعدى 3% و 4%؟ ليه السر؟ ما هو منهج واحد بعد. طريقه استنباط الاحكام الشرعيه واحده. ها، فانت عندك خلال 1000 سنه تفتح رسائل العمليه من باب الطهاره للديات اكثر من 95% من الاحكام مشتركه، وما بيخلطوا بعض. فالفقهاء مش اطباء. انت بتنظر النسخه اللي يكتبها الطبيب للانفلونزا او للتيفود او لاي مرض، هي معظمها نفس الشيء مشترك، نفس اللي بيكتبها الاطباء كلهم، ان في قوانين واحده تحكمهم. لقيت انت في الجانب الفكري العقائدي اللي هو اهم واخطر مجال يحدد مصير الانسان في الدنيا وفي الاخره، تجعله الى قانون. هكذا كل واحد له قانون خاص. الحاكم هي الفوضى، هو عنده مبادئ يقول لك ما تناقشني فيها، انا حابني عليها وتناقشني بعد ذلك في اللوازم. هو يصير هذا، انت مبادئ غير مبادئ، منطلقاتك غير منطلقاتي، على اي اساس احنا؟ فيضيع الكلام في الجدل والاراء، وانا رايي كذا ورايي كذا. لذلك الان في المراكز الاكاديميه قال النسبيه بعد، ما في شيء حق مطلق. ومجد هو هذا بعد، هو الحاكم الان في المراكز الاكاديميه كلها بلا استثناء في الشرق والغرب، وايضا في الحوزات العلميه الى حد كبير بدا يتخلى ينفس فيها، هي النسبيه بعد. النسبيه يعني يأسد الميزان، ما في ميزان. فاصبحت العقائد والاعتقادات المصيريه مثل الشاي والقهوه، مزاجيه. ما في ميزان موضوعي واقعي صادق يقول لك لا لا الحق نسبي، ما عندنا حق مطلق. هو سفسطه اياز، سفسطه اياز بعد. النسبيه يعني سفسطه، مهما زينوها وقالوا ما في فيها، هي سفسطه تماما، مو شيء جديد يعني. فاذا نرجو مراعاه هذه القوانين، الاهتمام بصناعه المنطق يا اخوان. البدايه يقرأوا المنطق مره واثنين وثلاثه، احكموه، لان انا شايف ان هو دواء الامه من هذا الداء الكبير، داء الشك والسفسطه والانحراف. لابد هترجع لاصل الدواء. لا الدين ولا مذهب ولا اعراف ولا بقبوح هتنفعك. كل ما دخلت فرقت الامه اكثر. انت رتب اذهان الناس، نظم اذهان الناس، بعد ذلك هو اذا ذهنه مرتب هيكون في ارضيه للحوار وللبحث والتحقيق، وان شاء الله نصل الى الواقع اولا، ونقلل كثير جدا من الخلافات فيما بيننا. نصبح على قلب رجل واحد او متقاربين، تبقى خلافات جزئيه لا تفسد الود قضيه. فاذا انا في النهايه اوصي في جلالتي ان هو بالاهتمام بالقوانين العقل الطبيعي، هذه قوانين طبيعيه فطريه لا بديل لها. الله خلق العقل بهذا الشكل يفكر. فرجاء هذا الامر الاهتمام بالمنطق حتى نصيب على ذلك ان ننطلق لسائر الموضوعات الاخرى. ان شاء الله الجلسه القادمه سنتكلم عن معنى نفس الامر ومراتب الاحكام العقليه ان شاء الله. نشكركم كثيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.